بصي، في حاجة بس مش عارفة أقولها بصراحة. قوليها على الهوا ولا لأ؟ قوليها قوليها من قلبك. لا، احيانا بتاخدي قرار في حياتك انت كنت بتبقي فاكره ان هو ده صح، بس بتكتشفي ان هو كان مش صح وتتعبي. يعني انا تعبت في بعد ما خدت القرار ده، تعبت قوي، تعبت قوي 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 نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجه. ما كانش اسهل حاجه عليا، وكنت بقعد اقول ليه يا رب، يعني انت في حاجه غلط في الاختيار ده، في حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان ده كان احسن حاجه حصلت. يعني انا نفسي اشكر الوقت ده، يعني شكرا شكرا على ايه القرار الصعب قوي ده. لا، ما انا مش عايزه اقول عشان يعني ممكن مش لازم نقول اسم حد ولا يضايق ناس. لا لا خالص، انت بتتكلمي عن حاله. قد يكون بصي، قد يكون الموقف ده مش شرط يكون الشخص اللي انا هتكلم عنه هو، ممكن يكون انا. انا اللي اخترت، انا كان يعني الموقف كان من عندي انا بسبب ظروف حياتي في الوقت ده، او انا كنت شايفه حاجه معينه في الوقت ده، ظنيت ان دي احسن حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان لا، بس خلاص يعني مش اختيار. كان اختيار خاطئ. تأذيتي لانه وجعني. الاختيار ده وجعني. والحمد لله انا عديت من الموضوع ده وطلعت. انا دلوقتي احسن بكتير بكتير يعني. دي من الحاجات اللي بتشوفيها قوه في حاله. ايوه، عرفت اطلع. قدرت اطلع، لان كان صعب قوي اطلع منه، لكن عرفت اطلع. الحمد لله.